أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن قرار من أهم القرارات اللي صدرت حديثا، وهي إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 شهور، ونشوف تفاصيل القرار وأسبابه مع بعض. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أخذ إجراءات حاسمة ضد كل من يخالف في مجال البناء، وتابع ذلك في كلماته أثناء افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية، وقال بالتفصيل: من الضروري أخذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين. إحنا هنفضل نجري وراء العشوائيات لبقية عمرنا، لازم يكون هناك إجراءات حاسمة ضد المخالفين. وكان الرئيس قد وجه المحافظين على ضرورة دراسة تراخيص البناء قبل منحها للمواطنين، قائلا: من حقك كمحافظ تقول لا، لو سمحت مش هطلع تراخيص إلا لما أدرس الموقف عندي، لما نشوف عدد المخالفات الموجودة. أمر خطير جدا. كما صرح الوزير شعراوي وزير التنمية المحلية، وقال أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات خاصة بالمباني السكنية التابعة للمواطنين فقط، دون المنشآت الصناعية أو السياحية أو الحكومية أو القومية. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الإجراءات ستطبق على المحافظات مثل القاهرة الكبرى، هي الجيزة والقاهرة القليوبية، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقي المحافظات، وطبقا لرؤية المحافظ في هذا الشأن. أما بالنسبة لمحافظة الشرقية، فقد قرر المحافظ وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 شهور بنطاق المحافظة، ويستثنى من هذا الحظر المشروعات القومية وأعمال النفع العام والمباني التي تضررت من السيول التي تعرضت لها البلاد في الفترة السابقة والحالات الطارئة، وكذلك أعمال الصيانة والترميم والتدعيم للمباني. كما قرر المحافظ تعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة، وذلك خلال فترة الحظر الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء. وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإزالة الفورية لجميع الإنشاءات في حال ثبوت عدم استخراج التراخيص اللازمة. ومن جانبه أيضا، شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض، مع تحويل تلك المخالفات ومرتكبيها إلى القضاء العسكري. وطالب محافظ القاهرة نوابه للمناطق الأربعة متابعة تنفيذ هذا القرار ومواافاته بتقرير يومي بهذه النتائج. وفي إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتي يمكن حال استمرارها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير في عدد السيارات وندرة الجراجات وساحات الانتظار وارتفاع الكثافة السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة، طبعا في عدم التزام بإنشاء جراجات أسفل العمارات مما أدى إلى حدوث هذه التكدسات. كذلك ستقوم وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. بكده يبقى عرفنا القرار وعرفنا أسبابه وعرفنا الأماكن اللي هيطبق فيها هذا القرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.